الشهر الماضي التحقت بفريق بيروت كلوب، وانت لاعب بمنتخب لبنان اللي شارك ببطولة آسيا وفزتم مؤخرا ببطولة المنتخب العربية لأول مرة بتاريخ الباسكتبول بلبنان. بالبداية مبروك لك وللمنتخب اللي بنشوف حالنا فيه وفيك. اليوم بدنا نشوف صور لك، مبلشين بصور لك مع المنتخب. وائل، هالصورة مبين فيها فرح كثير، قديش كان عندكم أمل بالربح لما فتوا لما دخلتوا على اللعبة؟ يعني أول شيء كنا بدبي، البطولة بدبي، الجمهور اللبناني ما تركنا ولا ثانية، كان يمكن معبى الملعب كله، سو أعطينا دفع زيادة عن اللزوم. بتعرف الوضع بلبنان والحزن اللي عم نمرق فيه اون ديلي بيسس بلبنان بيعطيك بوش أكثر لأنت تلعبي أكثر وأكثر، وكان عندنا هذا الهدف لنحقق هالبطولة بظل هالأوضاع الصعبة لأول مرة بتاريخ لبنان. لعبنا بطريقة جماعية وبقلب واحد، الحمد لله قدرنا نحقق بطولة عربية لأول مرة للبنان. طيب كيف يعني أول شيء أنتم فايتين، قديش حاطين يعني دائما واحد بيكون مثلا أو فايت متشائم أو فايت متفائل، أنتم قديش حاطين ببالكم إنه نسبة تنقول براسكم إنه معقول تربحوها لهالجيم؟ هلا كنا عم نلعب ضد تونس بطل أفريقيا يعني لآخر سنتين، منه منتخب أبدا بيستهين فيه، بس إنه آخرة النهار معروف عنا نحن الشعب اللبناني ما بيستسلم، ما بحياته حيستسلم. 100%. هيدي الصورة شو منى؟ هي الصورة شو عم تعمل هون يا وائل؟ هيدي الصورة كنت مبسوط كثير صح؟ عم بعبر عم بعبر على في الكاس الصغير هو أفضل لاعب؟ صح ايه اوكي صح. كمان مبروك ألف مبروك وائل. وائل لحظة الربح كيف كانت يعني؟ كانت كثير حلوة عن جد، فشة خلق كانت بعتقد للشعب اللبناني كله، و يعني أول مرة بتربحي بطولة بتاريخ لبنان، سو إت واز فيري سبيشال. أنشن وضع حساس، يلا يا وائل يا رب بسجل العرقجي، بسجل نقطة ال 21، يلا يا وائل بدنا الثانية بدنا الثانية بدنا الثانية يا رب، بسجل العرقجي نقطة ال 22، لبنان عم يقدس الفرق لنقطة واحدة بس، الدقيقة 14 ثانية بيبقى لنهاية المباراة. شو العناصر اللي بتعتقد عناصر تقنيا وتحضيريا اللي خلت البطوله ممكنه؟ يعني تحضير، بتعرفي لبنان يمكن هذيك السنه البطوله كانت ما كانت قد يعني القوه ما كانت منيحه والوضع كان كثير صعب، في لاعبين كثيره كانت عم تفكر توقف لعب وتسافر وتهاجر تروح تشتغل، بس كلنا حطينا ايدينا بايدين بعض، واتحاد لبناني ما تركنا ولا ثانيه، جربنا نرجع نوقف على اجرينا كلنا مع بعض، والجهاز الفني اكيد يعني كان عم بحضر بطريقه كثير منيحه، والجمهور يعني البيك كريدت للجمهور بلبنان وبرات بدبي. هي صارت بدبي عن جد كل هم تقريبا كل اللبنانيين صاروا هون، اذا بتلعبوا هون بكون قليل الملعب يعني حسينا حالنا بلبنان بدبي. وائل انا بس عندي سؤال لك، وقت هول المشاهد اللي شفناه هون النتيجه 66 68 يعني مصير منتخب مصير بلد واقف على نقطتين. هالشوطه على نقطتين، الاحساس انت يعني مسؤوليتك بايدك، شو بتكون شو الافكار اللي بتجيك براسك؟ ليك نحن اخر دقيقتين اخر ثلاث دقائق كنا خسرانين فرق 10 نقط، صح سو يعني سحبتوها، ما بعتقد في حدا معقول كان متوقع بثلاث دقائق ترجع تربح المباراه فرق ثلاث نقط ضد منتخب مثل منتخب تونس، بس انه ما استسلمنا لاخر ثانيه، وبتعرفي اخر النهار البريشر از بارت اوف ذا جيم، بدك معقول تنحطي بسيتويشنز مثل هيدي السيتويشن، ومفروض ترجع تركز وتحط شوطاتك، مثل مش بس انا الوحيد، في غيري كمان اكيد اكيد كل الشباب تحيه لكل الشباب بالفريق.